أكدت مرجعية النجف أن العراق يعيش حالة فوضى بالنظام والقوانين، لافتة الانتباه إلى أن من أوصل المجتمع إلى وضعه الحالي يعرف نفسه وتكليفه. الفوضى هي عدم نظام، عدم قوانين، عدم رعاية أي شيء. نحن الآن مما يؤسف له نعيش حالة فوضى ونتخيل أننا نعيش في حالة حرية، والأمر بينهما بعيد وبون شاسع بين هذه وبين هذه. طبعا أنا أتكلم إخواني عن قضية من المسؤول عنها يعرف تكليفه، من الذي أوصل كمجتمع إلى ما نحن فيه يعرف تكليفه.